السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد. وحشتوني جدا. وصفة سهلة بسيطة النهاردة وممتازة جدا، يعني هتدي نتائج لكل اللي هيستخدمها إن شاء الله من أول مرة هتشوفوا الفرق بإذن الله. عايزة قبل ما أبدأ الفيديو كل مرة أقول وصفات كتير جدا جدا بتساعد على التفتيح عشان ما نحترش وما نزهقش وما نقعدش ندور ونروح لو عجبنا أي وصفة ممكن نجدد كل أسبوع أو 10 أيام وصفة جديدة علشان نشوف النتائج أخبارها إيه لحد ما نوصل للنتيجة المطلوبة بتاعتنا. حطوا لي لايك فضلا الناس عشان نشوف معنا إيه. يلا نقول بسم الله بسرعة كده. نسمي الله ونبدأ الوصفة. معايا بولة ومعلقة، ومعايا أول مكون اللبن النيدو. اللبن البودر ده جميل جدا جدا للبشرة، بيفتح البشرة جدا جدا وبيشد البشرة. بعد ما بتخلصي تحسي إن بشرتك مشدودة صافية نقية كلها إشراقة جميلة، تمام؟ طيب المكون الأساسي اللي معايا الصويا صوص. المكون ده طبعا انتوا هتستغربوا النهارده من استخدامه بس فعلا نتائجه مدهشه. طب انا بستخدمه ليه؟ هقول لكم. مع التقدم في العمر سننا بيكبر، بشرتنا بتكبر، بتعجز، في تجاعيد بتظهر، خطوط، تحس ان احنا شكلنا بشرتنا اكبر من جسم والكلام ده كله، تمام؟ اكبر من سننا. ليه؟ لان بينقص من جسمنا حمض الهيلارونيك، الحمض دوت المسؤول عن بقى السن، ان احنا نكبر في السن بدري، تجاعيد تظهر، الخطوط، البشره تبقاش كويسه. ده من حسن الحظ، من حسن الحظ ان حمض الهيلورونيك دوت موجود في السوسس. جميل جدا جدا، الوصفه فظيعه جدا. اعملوا بحث او ابحثوا كويس وهتشوفوا الكلام بتاعي موصوف فيه 100% ان شاء الله. طيب هنستخدم ايه؟ مش هنستخدمها مباشره كده، ممكن ناخد معلقه من السوسس وقصادها معلقه من اللبن الدافي، يعني معلقه ومعلقه. اللبن اللي يعني هو مغلي ودافي سيبيه براحته يعني، او لبن جاهز مفيش مشكله. ما عنديش لبن، ممكن استبدل معلقه اللبن بمعلقه من الميه المتفلتره، تمام كده. بصوا عشان انا كنت عامله الوصفه قبل ما ابدا معاكم، احط اللبن اهي، معلقه اهي. مش انا هعمل بس تيست، بس مش هعمل كتير. انا حطيت معلقه ومعلقه اهو، معلقه من الصويا صوص ومعلقه من الميه، ده مكتوب مع بعض. لو في حد يسالني عايزه الصويا صوص الغامق، الغامق فيه الحمض اكتر من الفاتح، تمام؟ تحس ان هو بخير وكده مليان في ايه. ماشي، هبتدي انزل المكون بتاعي كده على اللبن. بسم الله، انا كده دمجت المكونات مع بعض يا حبايب قلبي. بسيبهم بقى ربع ساعه قبل ما بغسل وشي من العوامل اليوميه اللي كانت بره، كنت في الشمس وفي الميك اب وفي كريمات وفي حاجات كتير على بشره. بغسل البشره بالغسول المفضل بتاعي، وبعد كده ببتدي اعمل مقشر لو انا ما كنتش عامله مقشر، ازيل خلايا الجلد الميته، وبعد كده بغسل بالميه الدافيه عشان المسام تفضل مفتوحه. بعد كده ببتدي اطبق الوصفه بتاعتي على البشره واعمل مساج بحركات دائريه لمده 5 دقائق، واسيبه 10 دقائق او ربع ساعه على قد ما اتحمل. متعودين اي بشره، اي حد بيسمعني بيعمل تيست بسيط تحت الخد نشوف مدى تحسسه من الوصفه ايه. لو اتحسس خلاص الوصفه مش هتجيب معاه نتيجه، لو ما تحسش نبقى نشتغل على الوصفه. لو انا بشرتي من النوع اللي بيتحمل بقى الوصفه وجميل جدا، ما بيتحمل يعني ما مش اي حاجه تاثر في بشرتي، ممكن احط عصره ليمون على المكونات بتاعتي دي، تمام كده. طيب بعد ما بجزقهم على البشره او اعمل لهم مساج لمده ربع ساعه، 5 دقائق بسيبه ربع ساعه، وبعد كده بغسل البشره بميه دافئه ووراها ميه ساقعه، وما ننساش التونر. يا تونر شاي اخضر لو احنا بشرتنا بتاكسد، يا اما ماء الورد، يا اما مكعبات الماء الورد او مكعب بالميه العادي، واسيبها تنشف على البشره، وبعد كده احط المرطب المناسب بتاعي. تتعمل يوم ويوم، لو استمرنا عليها من النهارده ليوم الوقفه ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، تلاقي بشرتك مختلفه تماما تماما، بشره جميله صافيه نقيه ما فيهاش عيوب، حلوه قوي قوي. يا رب النهارده اكون افدتكم وما كنتش طولت عليكم. بحبكم في الله، وقبل ما تقفل حطوا لي لايك علشان اقدر استمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.